الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ولدت إليزابيث ألكساندر ماري في 21 من شهر إبريل من عام 1926، وهي الملكة الدستورية ل16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث، كما أنها ترأس كنيسة إنجلترا. ولدت الأميرة إليزابيث في لندن وتلقت تعليما خاصا بالقصور الملكية، فدرست التاريخ والأدب والموسيقى واللغات. قال عنها السياسي المحنك وينستون تشرشل إنها صاحبة شخصية مميزة وفريدة. ارتقى والدها جورج السادس العرش بعد تنازل شقيقه إدوارد الثامن عن العرش في عام 1936، ومنذ ذلك الحين أصبحت إليزابيث الوريثة المحتملة للعرش البريطاني. وأخذت إليزابيث على كاهلها الواجبات الاجتماعية المنوطة على ولي العهد البريطاني. ففي أثناء الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من القصف الذي طال أغلب المدن البريطانية وفي مقدمتها لندن، ظلت إليزابيث في العاصمة البريطانية ترعاها، بل وزارت الأميرة الجبهة عدة مرات، فاكتسبت شهرة واسعة بين الجنود والعامة، فلقبت بالأميرة الشجاعة. في عام 1947 تزوجت إليزابيث من الأمير فيليب دوق أدنبرا، وأنجبت منه أطفالها الأربعة: الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد الحالي، والأميرة آن، والأمير أندرو، وأخيرا الأمير إدوارد. ومنذ فترة ولاية العهد وإليزابيث تحت أضواء الدبلوماسية البريطانية، فتدهور الحالة الصحية للملك جورج السادس دفع بالأميرة إليزابيث إلى الأضواء السياسية. فجولة كندا وزيارة الرئيس الأمريكي هاري ترومان وجولات أستراليا ونيوزيلندا والزيارات الإفريقية وضعت إليزابيث داخل دائرة الضوء، فالتفت الشعب البريطاني إلى الدور المهم الذي تقوم به الأميرة الشابة من مهام سياسية. فمجرد الإعلان عن وفاة الملك جورج السادس وتولي إليزابيث العرش، رحب الشعب البريطاني بملكتهم الجديدة، ولم لا وهي من كانت تتولى كبار المهام الفترة الأخيرة من حكم والدها. احتفظت إليزابيث باسمها على الرغم من أن العادة قد جرت على اختيار الملك اسما جديدا عند توليه العرش. ثقة إليزابيث في نفسها أولا وفيما قامت به من مهام دبلوماسية ثانيا ساعدها على عدم تغيير اسمها. كان تولي إليزابيث العرش البريطاني بمثابة نقطة تحول في تاريخ بريطانيا العظمى، فللمرة الأولى يقوم رئيس أيرلندا بزيارة رسمية لبريطانيا، بالإضافة إلى زيارات متبادلة بينها وبين بابا الفاتيكان. كما شهد حكم إليزابيث الكثير من الأحداث الجسام، منها تغيير نظام انتقال السلطة في بريطانيا والتوطين الكندي وإنهاء الاستعمار البريطاني في إفريقيا. فشهدت فترة الستينات إنهاء الاستعمار البريطاني لأكثر من 20 دولة إفريقية في فترة اصطلح على تسميتها بفترة الانتقال السياسي لدول خضعت فترات طويلة للاحتلال البريطاني. إلا أن فكر إليزابيث السياسي تفتق عن أن الاستقلال عن التاج البريطاني آت لا محالة، فمهدت إليزابيث للفترة التي اعتبرتها حتمية، فجاء الاستقلال عن التاج البريطاني لتبدأ فترة تبعية للتاج البريطاني. ظلت لفترة طويلة من الزمن فظلت السيادة كما هي عن طريق التعليم الإنجليزي والتواغل الثقافي والتبعية الاقتصادية التي ربطت اقتصاد الدول الوليدة سياسيا بالتاج البريطاني العريق. كان لطول فترة حكم الملكة إليزابيث الأثر الأكبر في التفاف الشعب البريطاني حول شخصية إليزابيث، فتحفظ الملكة تجاه العديد من القضايا التي أطلت برأسها من نافذة الحرية جعل الملكة إليزابيث العنوان الرئيسي للقيم البريطانية. على الرغم من أن الملكة إليزابيث تملك ولا تحكم، إلا أن شخصية إليزابيث جعل منها الرمز الذي التف حوله شعبها، فكانت إليزابيث وما زالت الأساس في تماسك المملكة التي لا تغيب عنها الشمس.